تتواصل أعمال المبادرة الرياسية ما يغلاش عليك، والتي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. هذا وارتفع عدد المشاركون في المبادرة من 140 مصنع إلى 170 مصنع بعد مرور شهر تقريبا، وستستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من وزارة المالية مراسلة النيل لمياء موافي. لمياء، بعد التحية اطلعينا على آخر وأهم الأخبار الخاصة بمبادرة ما يغلاش عليك، الأعداد التي أقبلت على هذه المبادرة في خلال شهر، السلع الموجودة نوعها، ما يتم خصمه للمواطنين. يعني دعيني أقول لك أن المبادرة الرئاسية ما يغلاش عليك، يعني مر عليها حتى الآن شهر، هناك مزايا كثيرة لهذه المبادرة تمنح للمواطنين، فأي مواطن بإمكانه الحصول على خصم 20% لكافة المنتجات المشاركة في هذه المبادرة، سواء سلع معمرة أو سلع غير معمرة. أيضا حاملي البطاقة التموينية يستطيعون الحصول على خصم 10% زيادة عن 20% التي يحصل عليه المواطنين العاديين، فمن لديه بطاقة تموينية يحصل على خصم 30% في أي سلع مشاركة في هذه المبادرة. دعيني أقول لك أيضا أن الحاصلين على البطاقة التموينية باستطاعتهم الاستفادة من فروق نقاط الخبز أو السلع الدعم النقدي في هذه المبادرة. أيضا هذه المبادرة تمكنك من الشراء أونلاين، تمكنك من التقسيط، هناك مزايا عديدة لهذه المبادرة. هذه المبادرة ستنتهي في نهاية شهر أكتوبر، لكنها تهدف إلى يعني دعم المنتج المحلي وأيضا تحفيز عملية الشراء. إذا كنت أتحدث أيضا هنا من داخل وزارة المالية، فدعيني أتحدث عن نقطة أخرى. فأنا الآن في مكتب مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك. إذا كنا نتحدث عن الإنتاج ودفع الإنتاج وتحفيز المستثمرين، فلابد أن نتحدث في نقطة مهمة جدا، وهي نقطة الجمارك وتسريع الجمارك وتسريع الإفراج الجمركي. أنا معي دكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير مالية للجمارك. اسمح لي يحدثنا فقط عن تسريع عملية الجمارك وكيف يمكن لهذه العملية تحفيز المنتجين وتحفيز المستثمرين. لو حضرتك كلمتني، احنا عارفين ان مدة الافراج الجمركي كانت بتستغرق 20 يوم، واعلم ان تسريع عملية الجمارك ستقلص من هذه المدة الى 5 ايام. هل ممكن ان تحدثنا مردود ده على المنتج وعلى المستثمر؟ هو الحقيقة طبعا فكرة التطوير بشكل عام هو الهدف منها تقليل زمن الإفراج، زي ما حضرتك وضحتي، مش الإفراج الجمركي، احنا بنتكلم على الإفراج الكلي. الإفراج الكلي ده له عناصر ثلاثة: عمل الجمارك، عمل اللوجستيات، عمل الجهات العرض الرقابية. والأمور دي الحقيقة هي اللي كانت بتاخد 15 و20 يوم، وربما تمتد لأكتر من كده. النهاردة لما بنستهدف ان نوصل من 3 أيام ل5 أيام، الهدف من هذه التطوير او هذه المنظومه انه هينعكس في النهايه على انه البضائع ما تقعدش في المواني، وبالتالي ما تتغرمش بغرامات وارضيات في النهايه بتتحمل على المنتج اللي بيتم انتاجه داخل المشروع الانتاجي او داخل المصنع، وبالتالي هتقل التكلفه ويقدر المنتج ينافس داخل السوق المحلي، ويقدر كمان ينافس لو بيطلع لاسواق خارجيه. يعني معنى كده ان السلع المصريه تقدر تنافس للتصدير. هو ده الهدف الرئيسي، وبالتالي هيبقى هناك جذب للاستثمار لما يعرف ان التكلفه الاجماليه بتاعته ما بتتحملش بعبء زي عبء الغرامات والارضيات في المواني. يبدا المستثمر يفكر انه يتواجد على هذه الارض ويبدا ينتج، وتبدا حركه التجاره بتاعته من والى مصر. يعني زي ما شفنا العديد من المبادرات تطلق من هنا من وزارة المالية. أولا نمرة واحدة، المبادرة الرئاسية ما يغلاش عليك لتحفيز المنتج المصري. ثانيا دفع العملية الجمركية وتقليص عملية الإفراج الجمركي والكلي عن البضائع لتستغرق بحد أقصى 5 أيام بعد أن كانت تستغرق 20 يوما. إليكم مرة أخرى زملائي في الاستوديو. لمياء موافي، كنت معنا من وزارة المالية، شكرا جزيلا لك.